مشاهدينا الكرام، معنا هاتفيا من لندن السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية. مرحبا بك سيد قصي. إذا الكيان الصهيوني قد زاد من وتيرة ضرباته الجوية للميليشيات التابعة لإيران في الآونة الأخيرة، ما تفسيرك لذلك؟ حياتي لك والجمهور قناة الرافدين الأفاضل وشكرا على الاستضافة. حياك الله. بدءا، هذه الضربات هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. هذا الأمر منذ أن حدثت ضربة التنف السورية والقوات الأمريكية تستهدف بشكل أو بآخر هذه الميليشيات، خاصة عندما تكون داعمة للميليشيات الموجودة في سوريا. الضربة الأخيرة اللي حصلت هي لقوات من الميليشيات عبر الحدود ومع القوات الإيرانية أيضا متواجدة، وهذا الأمر سواء من إسرائيل أو أمريكا رفضته، والولايات المتحدة أعلنت أن استمرار بقائها في سوريا لغرض مكافحة تنظيم الدولة داعش والميليشيات ويعني إخراج إيران من سوريا. هذا الهدف واضح الآن، وعلى الحكومة العراقية أن تدرك هذا الأمر ولا تتصرف بما يجعل الولايات المتحدة يعني توغل في الضربات هذه، وبالتالي هذا يعطي مؤشر خطير على أن الميليشيات اليوم هي من تتحكم في الوضع الأمني في العراق. كيف تقرأ الموقف الروسي حليف إيران وكذلك النظام السوري من هذه الغارات الجوية المتكررة على الميليشيات التابعة لإيران؟ عزيزي فاضل، يعني الدول الكبرى لها مصالحها، سواء إيران أو تركيا أو غيرها، تبقى المصالح الدول الكبرى تختلف عن ما يتنازع عليه الصغار في أي منطقة من العالم، وبالتالي مصالح روسيا في وجودها في سوريا وإبقاء النظام هذا هو الهدف من عنده. أما عندما تشعر أن إيران بدأت تشكل خطرا على وضع سوريا بالكامل وعلى روسيا، حين ذاك أعتقد أن المرحلة هذه وشهدت بعض الأمور في تباعد ما بين الإيرانيين والروس. الروس يرفضون وجود الإيراني لأن وجود الإيراني أيضا يهدد مصالحهم مستقبلا أو ويثير نزاعات قد تدخل روسيا طرفا فيها، بالذات مع إسرائيل. إسرائيل لن تقبل أن يكون إيرانيين موجودين في سوريا، وهذا الأمر أعتقد أدركته روسيا وبدأت يعني تتغاضى عن أي ضربة تنفذها إسرائيل أو الولايات المتحدة تجاه الميليشيات أو تجاه تواجد القوات الإيرانية. وبالتالي أعتقد أن وضع إيران في سوريا يعني مستقبلا لن يكون لها مستقبل، وستخرج من سوريا مرغمة على ذلك. إذن بعد هذه الغارات الميليشيات دخلت في نوبة تصريحات متناقضة بين منكر لهذه الغارات أو الضربة الأخيرة، وبين معلن عدم علمه بها، وبين مهدد للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. كيف تفسر هذا التضارب في التصريحات بين قيادات ميليشيا الحشد؟ يعني هذه هي مشكلة القوات العراقية منذ أن بدأت مع عمليات طرد داعش من العراق. قلنا أن تعدد القيادات يخلق أزمة كبيرة. الميليشيات أكثر من 60 ميليشيا رسمية تشتغل، وكل ميليشيا لديها أجندة ووراءها جهة معينة، وبالتالي تضارب هذه الأنباء كل منهم يريد أن يبرز نفسه أو يريد أن يبعد الحشد عن يعني النظرة التي تظهر الآن من أنهم داعمين لنظام سوريا. وبالتالي الميليشيات اليوم حسب تصريح هادي العامري قبل شهر، وقال أن القوات العراقية غير قادرة على تحرير قرية واحدة، يعني هذا يعني الضعف الكبير الذي ينتاب سواء الميليشيات الإجرامية هذه أو الجيش العراقي الذي لن يصل إلى مستوى يعني عشر ما كان عليه جيش العراق السابق. وبالتالي اليوم هذه التهديدات لا تعني شيء ولن يستطيعوا فعل أي شيء، لأنهم غير مقاتلين وإنما تدربوا فقط على الاغتيالات والقتل والسرقة والتهريب ونشر المخدرات والاغتيالات وخطف المدنيين. هذه الميليشيات في العراق للأسف شديد، ولا بد من إجراءات دولية لتحجيمها وإنهاء وجودها. العبادي المنتهي ولايته في كل مرة ينفي وجود أي قوات تابعة له للقتال في سوريا، ألا تسبب هذه الغارات الخسائر الكبيرة أيضا ناتجة عنها حرجا سياسيا للعبادي؟ اليوم الوضع أصبح على المكشوف. الولايات المتحدة تدرك أن العبادي
فشل في إدارة البلاد، خاصة فيما يقول الجانب الأمني، الأمن الداخلي، وبالتالي استفحال دور الميليشيات في العراق يعني فشل كبير للحكومة العراقية وانكسار كبير للجيش العراقي. إذا تلاحظ اليوم، أنت لاحظ المعارك كلها يشار إلى الحشد الشعبي في كركوك، في منطقة بيجي، في صلاح الدين، في الأنبار، في أبو كمال، لا يشار للجيش العراقي وكأنه غير موجود، وإنما يشار للحشد الشعبي، صد الحشد الشعبي، ضرب الحشد الشعبي. يعني هذا الأمر يعني إساءة كبيرة للحكومة وإهانة للقوات المسلحة العراقية. العبادي في وضع حرج، والموقف الآن في الانتخابات وما في الفوضى السياسية لا تسمح له أو لغيره بتصريحات قوية أو اتخاذ إجراء، لأنه هو في حكم المنتهية ولايته، وبالتالي لا يريد أن يخسر أصوات أو يقرر تأييد كتل معينة في البرلمان مستقبلا. إذن هل باتت مهمة طرد الميليشيات التابعة لإيران ملقاة على عاتق الكيان الصهيوني برأيك؟ لا، هو أساسي الولايات المتحدة هناك الكثير يجري الآن خلف الكواليس لإنهاء دور الميليشيات وإنهاء دور إيران سواء في سوريا أو العراق. الأشهر القادمة ستظهر الكثير من الأمور. الأمور واضحة الآن، التصريحات واضحة بإنهاء دور إيران في سوريا والعراق. وإذا تلاحظ اليوم حتى التحركات اللي تحصل في اليمن هي بامتداد في تحجيم دور إيران. إيران تشعر الآن، خاصة بعد الحصار الجديد اللي فرض عليها، تشعر أن هناك يعني قوة كبيرة غير السابق تواجهها لطردها من كل المناطق اللي موجودة فيها، أو على الأقل تحجيمها وإيقاف تأثيرها سواء في سوريا أو العراق أو اليمن. نعم، شكرا جزيلا لك قصي المعتصم، الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية.